بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم وحلقة جديدة من الرومنتادا على شاشة قناة المحور. هنبدأ بأخبار الاتحاد المصري لكرة القدم والأخبار المتعلقة أيضا بالأندية المشاركة في البطولة الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، أيضا على الكرة الشاطئية وبعض الأمور اللي كانت المفروض أن يكون هناك أو سفر أو إعداد لسفر بعثة منتخب الكرة الشاطئية إلى تونس لاستعداد لتصفيات أفريقيا، وإن شاء الله دي كانت تبقى مؤهلة لتصفيات كأس العالم في الكرة الشاطئية. عندنا كمان بعض الأمور بالنسبة للمدير الفني للمنتخب الأول روي فيتوريا، بيطلب مباراتين وديتين على مستوى أعلى من المستوى اللي كانت عليه مباراة جنوب السودان، وأيضا ميكالي وكل ما يدور في المملكة المغربية بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله اللي نتمنى أن يكون في أولمبياد باريس 24. هنبدأ في الأول عن طبعا الأندية المصرية. المفروض دايما الدوريات خلصت في كل البلدان يعني، لكن عندنا في طبعا تأخير لبعض الأمور الخارجة عن الإرادة، سواء لتأجيل الأهلي، تأجيل لبعض للمنتخب، مباريات أخرى هي دي اللي كان سبب تأجيل الدوري أو تأجيل نهاية الدوري حتى إن شاء الله نص شهر 7. بالتالي في هناك مهلة اتحاد الكرة يعني بعت للكاف بيطلب مهلة للفرق المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا الموسم المقبل لحتى 15 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الجاري. كان المفروض هيبقى 30 يونيو اللي هو بعد العيد بيومين، لكن الاتحاد المصري طلب إمهالهم تقريبا كمان يعني كمان 15 يوم منتصف يوليو حتى تتضح الرؤية تماما من سيشارك في دوري الأبطال ومن سيشارك في الكونفدرالية الأفريقية. لو جينا اتكلمنا على أرض الواقع وبالترتيب، الأهلي المصري، بيراميدز، فيوتشر، والزمالك في الكونفدرالية، والأهلي وبيراميدز في كأس رابطة الأبطال أو قصدي في دوري الأبطال. ده المطلوب وده على الورق حتى الآن، يعني ده اللي لو اتكلمنا وقلنا هو ده اللي على الورق، أهلي وبيراميدز دوري الأبطال، فيوتشر وزمالك أو زمالك وفيوتشر في الكونفدرالية الأفريقية. السنة اللي فاتت كان موجود أهلي وزمالك في دوري الأبطال، فيوتشر وطبعا بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية، لكن هو ده اللي خلى الأندية أو يخلي اتحاد الكرة يبعت للاتحاد الأفريقي لحفظ طبعا وجود الفرق المصرية الأربعة سواء في دوري الأبطال أو في الكونفدرالية في البطولتين القادمتين إن شاء الله، اللي نتمنى فيهم للفرق المصرية المشاركة إن شاء الله كل التوفيق. طبعا يعني هو طلب فيها بتأجيل إرسال الأسماء اللي هتمثل الأربع فرق، واستند اتحاد الكرة على طلبه على استمرار بطولتي الدوري في مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، لسه برضه ما زال في بعض البلدان مش كل البلدان، مع وجود عدم ارتباطات في بطولتي أفريقيا في النصف الأول من يوليو المقبل. يعني لو كان في مباريات في البطولة الأفريقية في النصف الأولاني من يوليو كان ممكن لازم تبقى أنت قايل مين من الفرق اللي هتشارك ومين القايمة وبعت القايمة، وفي كمان كان لسه على هامش يعني دورة أو ورشة تدريبية كانت من الاتحاد الافريقي لكره القدم في الاتحاد المصري لرخص الانديه المصريه المشاركه في طبعا البطولات الافريقيه. ده كان بالنسبه للفرق اللي هتشارك ان شاء الله في البطولات الافريقيه. موضوع تاني هو موضوع مهم جدا، لو اتكلمنا على روي فيتوريا. روي فيتوريا يعني مدرب كبير قدر يحقق العلامه الكامله، 16 هدف دخل في مرمى هدفين، العلامة الكاملة في البطولة الأفريقية وصل لساحل العاج 24، حتى المباراة الودية وفوزوا بالمباراة الودية، حتى في إحصائية بتقول إن هو واحد من أهم المنتخبات اللي أدت نتائج طيبة السنة دي 23 حتى الآن. وبالتالي الراجل طالب إن المنحنى البياني أو المنحنى التصاعدي للمستويات أو المشاركة مع مستويات عالية انه يبقى في مباراتين وديتين على اعلى مستوى، وده طلبهم. وقبل كده لو تفتكروا كان في مباراه مع البرازيل وتم تاجيلها او تم الغائها، ولعب البرازيل تقريبا مع المغرب او مع فرقه ثانيه من الفرق مش متذكر بالظبط مين، لكن هو ده الكلام الصح، هو ده الكلام اللي الراجل قبل البطوله الافريقيه في كوت ديفوار 24 تقريبا تبقى في شهر يناير او لسه ما تحددتش بالظبط امتى، هو ده هيبقى شايف ان الامور ماشيه معاه ازاي، التدرج الطبيعي للاحتكاك، التدرج الطبيعي انك انت لعبت غينيا ولعبت بعض الفرق اللي كانت موجوده ووصلت وفزت في المباراه الاخيره في المملكه المغربيه ووصلت للكوت ديفوار 24، لكن عملت بعدها
مباراة يمكن أنا تابعتها من ملعب استاد القاهرة مع جنوب السودان. مباراة كان فيها مستوى مميز جدا، حاول إشراك لاعبين جدد مع المنتخب، منهم يعني من تواجد بشكل كويس، منهم يعني ممكن الفرصة لسه متاحة قدامه في الفترة اللي جاية، لكن شكل المنتخب كان مميز، شكل المنتخب كان يعني وأداؤه كان شكله كويس جدا، بثلاث أهداف في هذه المباراة لمنتخبنا الوطني. أكيد لازم ولابد تلبية طلبات روي فيتوريا، لأن الراجل على أرض الواقع يمكن اتكلمنا عليه كتير قبل كده، وأنا تحديدا قلت إن الراجل أنا بقابله في مباريات فيوتشر وبعض الأندية اللي بيبقى اترفى فيوتشر أو بوجوده في بعض المباريات اللي بروح أتفرج عليها، الراجل حاضر بجهاز المعاون، إن كان في مباراتين في توقيت واحد هو بيبقى في مباراة والكابتن أيمن عبد العزيز وبعض المساعدين في مباراة تانية، على أرض الواقع شغال وعامل شغل كويس جدا، وحتى طريقة لعب منتخبنا الوطني اتغيرت من الطريقة العادية جدا للطريقة الهجومية والتهديف، وبقى لنا شكل ولون وطعم مع إضافة عناصر كانت بعيدة تماما. أي نعم نقدر نقول كيروش كان له الفضل في بعض اللاعبين زي عمر كمال عبد الواحد وطبعا بعض اللاعبين اللي كانوا اللي موجودين، محمد عبد المنعم المدافع المميز جدا، وأيضا وأحمد رفعت، لكن ممكن في منهم أحمد رفعت وعمر كمال بعيد، عبد المنعم بأدائه المميز جدا بانطلاقته المميزه اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله ونشوف فرقه من الفرق الكبيره، ده مخلينا ماشيين كويس جدا. عنده حراس مرمى على اعلى مستوى، ابو جبل، محمد الشناوي، محمد حارس مرمى الزمالك، يعني كمان من محمد صبحي، انا اسف، يعني برضو من اللعيبه المميزين، في كمان احمد الشناوي حارس مرمى طبعا بيراميدز، لا في بسم الله ما شاء الله بقى في كل مكان عندنا حدث ولا حرج، نجوم كتيره جدا، حتى مروان حمدي لاعب النادي الاهلي والمنتقل في شهر 12 من الاتحاد السكندري، راجل بدا مع الراجل، انا اسف النهارده الاسامي داخله ببعضها، انا اسف، مروان عطيه، يعني برضو مروان حمدي كان موجود في المنتخب فتره من الفترات مع كيروش. عايز اقول ان دي بعض النجوم او بعض اللاعبين اللي كان لهم الحظ موجودين مع روي فيتوريا قبل كده مع كيروش، منهم من اللي كمل ومنهم اللي مع فيتوريا قدر يقف على مستواه زي محمود حماده وبعض اللاعبين الموجودين برضو كان من اكتشافات روي فيتوريا، لكن الراجل على ارض الواقع وبكل امانه بيتابع وما فيش الوان عنده خالص، كل الالوان اللي عنده هي لون تيشيرت منتخب مصر، الراجل عايز المصلحه العامه، الراجل بيتابع، الراجل يعني مثلا قاعد في المقصوره، قاعد عنده المصور بتاعه اللي هو بتاع المخطط الاحمال او بتاع اسمه المحلل الاداء، راجل بكاميرا والكاميرا واصله باربيز، الاربيز اللي في ودني ده مع اللابتوب وبيتواصل مع الجهاز الفني، اي حاجه يشوفها جديده، يعني ده حاجات جديده وفكر جديد وشغل على ارض الواقع، الواحد بيشوفه يمكن بيتابعه بالصدفه، بيشوف الناس دي شغاله وشغاله شغل مميز جدا، ده برضو من ضمن الحاجات اللي بنناشد فيها الاتحاد المصري لكره القدم، تلبيه وحازم امام المشرف على المنتخب ومحمد غرابه مدير المنتخب وكل الناس اللي موجودين وبيتابعوا طبعا وبيدعموا منتخبنا الوطني، وكلنا بندعم منتخبنا الوطني، تحقيق طلبات روي فيتوريا في الفتره اللي جايه، لان دي فتره فاصله في تاريخ منتخبنا الوطني، تغيير طريقه اللعب، انت بعيد بقالك سنين طويله على البطولات، كنت في نهائي 2019 كان في مباراه فاصله مع الكاميرون على مع السنغال على الوصول لكاس العالم 2022 بقطر، لكن قدر الله ما شاء فعل، هي دي الامور وصلت معاك لحد كده، بالتالي انت عايز تنمي اللاعبين، تختار لعيبه مميزه، تطور من اداء بعض اللاعبين، هو ده المطلوب بالنسبه لروي فيتوريا في الفتره اللي جايه. هروح لموضوع تاني هو وجود منتخبنا الوطني الأولمبي في المملكة المغربية للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23، وإن شاء الله إن شاء الله المؤهلة إلى أولمبياد باريس 24. المنتخب ده ميكالي ووائل رياض وكل الجهاز المعاون لميكالي وطبعا كابتن محمد بركات زميلنا العزيز ونجم مصر والنادي الأهلي والمشرف العام على المنتخب، بصراحة الناس دي بتشتغل في صمت، الناس دي عاملة شغل كويس جدا، برضو على أرض الواقع كانوا بيروحوا ويلفوا ويتابعوا ويشوفوا اللاعبين المشاركين مع أنديتهم، وكانت من ضمن المشاكل اللي بتقابل ميكالي هي عدم مشاركة اللاعبين أو سن الأعمار السنية للاعبين لاعبي المنتخب الأولمبي في الأندية المصرية، بما يعني نقدر نقول كم 5 6 7 لعيبة منهم اللي بيلعب في الزمالك، منهم مثلا زي علي زعزع في فيوتشر وبعض اللاعبين إبراهيم عادل في بيراميدز وبعض اللاعبين اللي في بعض الفرق الأخرى، لكن على أرض الواقع
هو ودي كمان يعني صوره للسيد معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في زياره تحفيزيه للمنتخب الوطني قبل السفر الى المملكه المغربيه. بالتالي دي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم ندعم فيها المنتخب الاولمبي ان شاء الله، ويكون لمنتخبنا الاولمبي في الفتره اللي جايه من خلال وجوده في المملكه المغربيه هو الصعود الى اولمبياد باريس 24. استعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل ما زلنا متواصلين معاكم على شاشه الريموتادا وشاشه قناه المحور في برنامج الريموتادا على شاشه قناه المحور، اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعنا كده بعد الفاصل والى اخبار النادي الاهلي واخبار الدوري العام المصري ومباراه اليوم حرس الحدود والنادي الاهلي على ملعب الكليه الحربيه، وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف نظيفه، لكن حرس الحدود هبط بالفعل الى دوري القسم الثاني. بصراحه لو اتكلمنا عن حرس الحدود، فريق من الفرق المميزه والفرق الكويسه اللي كانت محتاجه دعم. طبعا احمد ايوب طال الفتره المهمه كبيره جدا، لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل بالنسبه له، ما كملش المهمه. مكي اللي صعب بالفريق، عمل بعض النتائج المميزه، عمل اداء مختلف تماما، وعمل بعض يعني العروض اللي تليق بحرس الحدود في سابق يعني طبعا فترته الذهبيه لما فاز بكاس مصر وفاز بالسوبر وفاز يعني وشارك في البطوله الافريقيه، وكان عامل يعني فريق ولا اروع، عبد الحميد بسوني واسلام الشاطر ونجوم كتيره جدا واحمد عيد عبد الملك، لا كان عامل شغل كويس جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل بالنسبه لحرس الحدود. النادي الاهلي ماشي في التراك بتاعه، ماشي بشكل مميز جدا، عامل شغل ولا اروع في الفتره اللي فاتت. هي دي كره القدم، كره القدم بتدي للمجتهد وبتدي لصاحب الامكانيات. كره القدم اصبحت صناعه، وصناعه مهمه. انت جاي تخش الدوري الممتاز او صعدت للدوري الممتاز زي ما في ثلاث فرق صاعدين، البلديه، الجونه، زد. اعتقد يعني كل واحد بيفكر بمنظوره، بيفكر بامكانياته، بيفكر ازاي يبقى موجود في الدوري، منهم هيبقى منهم واحد بيفكر انه يبقى مميز جدا، منهم واحد بيفكر انه شرف الوصول الى الدوري الممتاز، منهم واحد البقاء في الدوري الممتاز. مش دي كره القدم، كره القدم انك انت بتعمل استراتيجي، بتعمل خطه طويله، انك انت داخل على دوري ودوري صعب ودوري بقى صعب جدا. يعني كنا اتكلمنا وربطنا مباراه الاهلي النهارده ومباراه حرس الحدود، كل المباريات المتبقيه للانديه المصريه في الدوري المصري صعبه، سواء للفرق اللي بتصارع على الهبوط، سواء في الفرق اللي في منتصف الجدول او في اول الجدول للمربع الذهبي، وهيعرض لنا زميلنا ومخرجنا طبعا شكل جدول الدوري هنعلق عليه، لكن كل المباريات صعبه جدا في الفتره اللي جايه. معانا الاهلي في طبعا في المركز الاول 65 نقطه، بيراميدز في الثاني 64، لكن للاهلي خمس مباريات متبقيه او مؤجله. فيوتشر في الثالث 57، الزمالك في الرابع 53، متساويين في عدد المباريات. المقاولون العرب في المركز الخامس 43، فاركو في السادس 41، الاتحاد في السابع 41، المصري في الثامن 41، انبي في التاسع ب 39 نقطه، سموحه في العاشر 36، البنك الاهلي في ال 11 35، سيراميكا كليوباترا في ال 12 33، الاسماعيلي في ال 13 33، طلائع الجيش في ال 14 32، اسوان في ال 15 32، غازي المحله في ال 16 32، الداخليه في ال 17 29، حرس الحدود في ال 18 برصيد 20 نقطه. هي دي بقى عندك من 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 بعد بالظبط سيراميكا كليوباترا، من بعد البنك الاهلي، بعد البنك الاهلي محتاج له نقطتين، سموحه هنقول خلاص، الاسماعيلي طلائع الجيش واسوان وغزل المحله هم دول بالنسبه لهم هتبقى الامور صعبه جدا. معانا واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي نجمنا الكبير كابتن عمرو حديد. كابتن عمرو اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك يا حبيبي؟ ربنا يخليك يا ابو الكباتن. اكيد لسه حضرتك لو كنت سامعني من شويه قلت ان المباراه المتوقعه في الدوري العام المصري صعبه لكل الفرق، اي منهم كان في المركز في المربع الذهبي او في المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا او في صراع الهبوط. كيف ترى خريطه الدوري العام المصري؟
بص يا كابتن محمد، الحته اللي هي من بعد الحرس بالظبط كده هتلاقي الثلاثه بونت لاي فرقه مكسب 6 بونت، 90% فرقه بتلعب لصالح فرقه وهو في نفس الوقت بيطلع 3 بونت لفوق. لو جيت حسبتها من اول الداخليه 29 بونت، لو خد 3 بونت بقى 32، هتلاقيه وصل لغايه عند الاسماعيلي. لو ال 33 خد 3 بونت بقى 36، ال 36 دي توصله لغايه سيراميكا ولغايه البنك الاهلي. اللي هيلم دلوقتي هيلم بشرطين، هيلم النقاط اللي تامنه، في نفس الوقت هتبقى عينه على الفرقه اللي بتلعب بعضها. في حاجه اسمها اللعب للصالح العام، اللعب لصالح فرقه اخرى. انا مثلا دلوقتي مثلا الاسماعيلي بيلعب كسب بقى 36 بونت، في فرقه تانية بتجري مع الاسماعيلي زي اسوان اتعادلت، يبقى الستة بونت اللي هو خدهم بقوا 7 بونت، فرقته وقفت ببونت واحد وهو طلع 3 درجات خد 6 بونت فيها مع ان المباراه ب3 بونت بس. كده يعني نقدر نقول حرس حدود كده خلاص ودع الدوري المصري خلاص. خلاص انت بتتكلم في 20 بونت وباقي دي 5 ماتشات، 5 ماتشات انت هتكسب الخمس ماتشات، الخمس ماتشات بالنسبه لك دول ب 10 بونت يعني 30. رسمي ودع رسمي اهو. خلاص انت كده خلاص ودعت الدرون، او الدرون والخساره خلتك خلاص انت كده معروف من اول الفرقه الهابطين. فاضل فرقتين، الشاطر اللي هيلم وما يبصش لغيره. ماتشاتك بالنسبه لك الخمس او الاربع ماتشات المتبقيين كؤوس، اكسب وما تبصش للنتائج الاخرى. طيب من وجهه نظر حضرتك كمتابع للدوري العام المصري، واحد من المحللين المميزين اللي له دايما رؤيه جميله، شايف مين الفرق اللي الفرقتين التانيين اللي او الاثنين اللي ممكن يبقوا مع حرس الحدود في صراع الهبوط بامانه؟ والله بص، هي يمكن اصعب فرقه عليها الضغوط هي الداخليه. طلائع الجيش انا متاكد، طلائع الجيش انا متاكد ان هي هتوصل بثلاث ماتشات مثلا تاخد 9 بونت وتامن نفسها. سيراميكا والبنك الاهلي هيامن نفسه من بدري بمباراه حاسمه، الثلاثه بونت انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد، الثلاثه بونت يخلوك في الدوري العام. غزل المحله هيلعب ماتشاته اللي في ملعبه كؤوس، مباراه بالمكسب، والماتشات الخارجيه ما كسبتش ما خسرش. في سيناريو كده بيقول لك لو ما كسبتش ما خسرش البونت ممكن يقعدني في الدوري. بس من بدري اريح نفسي، لو انا فكرت في الخمس ماتشات اللي متبقيين لي بثلاثه بونت، ثلاثه في خمسه ب 15، لو جبت 10 بونت انا قعدت في الدوري. لو جبت 10 بونت انا قعدت في الدوري. طيب هنقدر نقول بونت يعني ثلاث ماتشات، يعني ثلاث ماتشات مكسب وواحد تعادل. صراع ما بين يبقى الاسماعيلي، نقدر نقول الاسماعيلي وغزل المحله الاسماعيلي، غزل المحله، اسوان، الداخليه، هتلاقي في فرق بتامن. البنك الاهلي ماتش واحد مكسب مش هيبص تحتيه هو رايح فين، خلاص هيبقى راح في حته ثانيه خالص. طيب اليوم مباراه الاهلي وفوز النادي الاهلي النهارده والاداء المميز وراحه كولر لبعض اللاعبين، شفتها ازاي؟ بص يا كابتن محمد، كولر خلاص يعني خد اصعب ضغط عصب اتحط عليه لعيبه النادي الاهلي، هو كان مباراه الوداد. في نفس الوقت خلص الملف، فرحوا، اتبسطوا، جزء منه انضم في المنتخب بعد ما رجعوا، ادى فتره الراحه المتبقيه وابتدى يعيد للملف تاني عشان يرجع لقمه الدوري. المطلوب منه النهارده المكاسب كتيره للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح، المكاسب الكتيره للنادي الاهلي، الروتيشن اللي بيدوره كولر في خط ظهره، عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، وكنت ممكن اقول لك لو محمود متولي له يعني عنده اصابه خفيفه كنت هتلاقيه موجود، كنت هتلاقيه موجود. ذكاؤه انه بياخد اكبر قدر ممكن من الوقت من علي معلول وبعد كده كريم الدبيس. الربط ما بين عمرو السولية والكندوسي وقفشه، ثم الشد اللي جه للسولية قام مدي الو ديانج. اشتغل بعبد القادر 93 دقيقة كاملين، طاهر اداله الماتش كامل، شريف اداله الماتش كامل. لا كمان قفشه يا كابتن، قفشه كمان بقى له فترة رجع تاني. قفشه هنا بقى ايه نقف من هنا بقى. قفشه اللغز المحير، ال 25 دقيقة اللي لعبتهم في ماتش الوداد هو ده قفشه اللي أنا أعرفه. النهاردة نجم المباراة في كل لمسة، تكالن، التحامات، حتى الباص اللي عمله اللي كان الاولاني اللي عمله لعبد القادر او الثاني اللي عمله لطاهر. واحد بيعمل اسيست من لمسه واحده بهدف، مش بيعمل له كوره للخلف وهو بيسدد، لا ده بيعمل له اسيست عشان تبقى من لمسه واحده. تحركاته، التحاماته، تغطياته تحت الكوره، تملي الكره طالعه من رجله سليمه، يبقى درجه تركيز قفشه وصلت ل 150%. حتى الباص يا كابتن، الباص لعبد القادر، وان عبد القادر ياخد الكره دايركت من غير ما تقف برضه فيها يعني فكر من الاثنين. بص يا كابتن محمد، من بدايتها من عند علي معلوم من اقصى الشمال عملت باص وتحركت شاورت وخدت في مكان فاضي وانا بلف، انا بعمل لك كره ما فيهاش تحرك غير انك تعمل دوران كامل
وتحطها في البعيده، مجموعه حاجات. قفشه النهارده مان اوف ذا ماتش ان الراجل بيشتغل بفكر بشغل قفشه. قفشه فعلا يا كابتن، هو قفشه فعلا في الفتره الاخيره بقى له كم مباراه مميز جدا، وعامل اداء عامل انتفاضه بالنسبه له، وطبعا وعوده مره اخرى مع النفس بادائه المميز جدا ببساطته السحريه اللي دايما بتغير شكل واداء واهداف النادي الاهلي. هو بيقول لكولر انا موجود، واما انت وثقت فيا لقيتني، وانا هكون قد الثقه اللي انت هتدهاني من بدايه الماتش الوداد لغايه الماتشات القادمه كلها. هو يعني ده قفشه، هو ده القضيه، هو ده القضيه اللي هو دايما ده قفشه اللي بيقولوا عليه رمانه ميزان لعيبه نص الملعب النادي الاهلي. قفشه الفاكهه المتحركه، صانع الالعاب اللي عنده البساطه المدويه لتهديف مرمى اي خصم امام النادي الاهلي. احسنت يا كابتن. في النهارده يعني حاجه كانت ظريفه جدا، هو الممر الشرفي اللي عمله حرس الحدود للنادي الاهلي. انا شايف ده برضو من حاجه من الحاجات اللي تحسب لحرس الحدود، يعني الرقي بتاعهم بالحب بالموده بالفير بلاي. بتجمع ما بين حاجتين يا كابتن محمد، بتجمع ما بين منظومه عسكريه، بتجمع ما بين ناس بتتوج النادي الاهلي المشرف الكره المصريه، بتجمع ما بين الاحتفال الاول بعد الحصول على بطوله افريقيا والعوده من الوداد في مباراه المغرب. مجموعه حاجات ممكن انت تكون شفتها كتير، بس لما بتكون من فرق مصريه بتكرمك عشان انت احد الفرق المصريه الممثله للكره الافريقيه في الفتره اللي فاتت، مجموعه حاجات اللي هيحسها لعيبه الكوره، اللي هيحسها مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هيحسها كولر بالذات، بيقول لك انا بشوف عجايب في النادي الاهلي ده، بشوف جماهيره، بشوف الاستقبال لينا، بشوف المعاملات الخارجيه، بشوف الصحفيين، بشوف المصورين، بشوف التلفزيون وهو بينقل. فالامور كلها معايشه كامله لنجاح كرة مصرية بيمثلها النادي الأهلي في بطولة أفريقية. فالتكريم ده هو أقل شيء بيعمله نادي الحرس للعيبة النادي الأهلي بممر شرفي. نتمنى كمان كل الفرق اللي تقابل النادي الأهلي اللي يبقى ليه لا يبقى فيه ممر شرفي وفرحة واحتفال بالنادي الأهلي، لأنه هو النادي اللي مثل مصر في البطولة دي وفاز بالبطولة. كابتن عمرو، يعني شايف إن كولر استوى خلاص وفهم اللعبة كويس؟ خلاص، انا قلت لحضرتك اول واحد قلت لك الثعلب المكار صح. تعرف على الكره المصريه من اوسع الابواب، لا والافريقيه كمان. خلاص الراجل ده جمع ما بين حاجتين، شخصيه فايلر، ذكاء ودهاء موسيماني، فكر واسلوب وتطور اداء النادي الاهلي الجماعي والفردي والبدني اللي ظاهر على مستوى الكوره، الروتيشن اللي بيبقى من كل مباراه لمباراه اخرى من 3 ل 4 لعيبه. الناس كانت من اول يوم في اول مؤتمر ليه بيقول لك هو بيعمل روتيشن كتير. الروتيشن العام اللي عمله دلوقتي بقى روتيشن مؤقت. ايه الفرق يا كابتن عمرو بين المدرب او المدير الفني اللي بيعمل روتيشن والمدير الفني اللي اللي دايما بيبقى مثبت تشكيل وتغيير في اضيق الحدود؟ ايه الفرق بينهم؟ انت كنت في الفتره بتاعت موسيماني مستقر على 15 لاعب ما بتغيرهمش، هم كانت بيجي لك بدلاء من اصابات ما عندكش البديل. الراجل عنده كان المستوى بعيد، بيبقى بعيد بالظبط. انت لما كنت بترجع من افريقيا بتبقى يعني في اهتزاز في مستوى النادي الاهلي. دلوقتي النادي الاهلي موجود عنده روتيشن من 33 لعيب بحراس مرمى، انت محتار تلاعب مين والمستوى كله متقارب، المسافات مش بعيده. قفشه مستوى زي قندوسي، زي الو ديانج، زي حمدي فتحي، زي عمرو السوليه، احمد عبد القادر، زي حسين الشحات، طاهر شبيه لبيرستاو، شريف ولا كهربا. الروتيشن ده الصالح العام لعيبه النادي الاهلي، ان انا ما بقولش انا ما عنديش اللاعب الاوحد، انا ما عنديش النجم الواحد. النجم هو اسم النادي الاهلي، هو الفرقه المكتمله من 11 لاعب. حتى طاهر النهارده بعد الهدف اللي جابه ده برضه هيبقى بالنسبه له دافع معنوي كبير جدا. خلاص الترند الفتره اللي فاتت من اغنيه سطلنا النهارده بقى هو مسلطن نفسه بالهدف اللي احرزه، يبقى كملت له بقى خلاص كده. كابتننا الكبير اللي بستمتع دوما بيه في تحليلاته الجميله كابتن عمرو حديد، انا بشكرك شكرا جزيلا. سطلنا دي هي اللي بص قلب الدنيا كلها، حتى في المغرب، حتى في كل مكان. حريه يعني، كل واحد عايز يفرح باغنيه معينه تليق بيه او تناسبه، ده حقه يعني، ده ما نقدرش نصادر على حد فيها. النهارده كمان كان في كاس مصر في الدور ال 16 الاتحاد السكندري وبيراميدز في مباراه مهمه جدا فاز فيها بيراميدز، في نقدر نقول في الوقت القاتل، 1-0 على نادي الاتحاد السكندري، ووصول بيراميدز الى دور الثمانيه. كمان كان في سيراميكا كليوباترا والمقاول العرب. المقاول العرب السنه دي بيعمل اسفعلا ملحمه كبيره جدا، فاز على سيراميكا كليوباترا 1-0 ووصل لدور الثمانية. المقاول العرب مع الكابتن شوقي غريب وجهاز المعاون محمد ناجي جدو وطلعت محرم وطارق سليمان وكل طبعا الكباتن الموجودين مع الكابتن شوقي غريب السنة دي بيعملوا أداء ولا أروع. فكرنا تاني بسنين الجميلة
اللي ما كان فيها المقاولون العرب في افريقيا، اللي كان فيها المقاولون العرب فاز بالدوري العام المصري، اللي فيها المقاولون العرب فاز بكاس مصر مع الكابتن حسن شحاته، هم في القسم الثاني وفاز بالسوبر المصري. لا، عامل السنه دي نزل بالاعمار السنيه، نزل بامور كتير جدا غير فيها فكر وطريقه بعض اللاعبين، حتى الافارقه الموجودين في نادي المقاولون العرب هم افارقه مميزين جدا. ودايما بنلاقي الفرق، مع احترامنا طبعا هم المقاولون مش صغير يعني، قدر يعني من حيث الجماهيريه الفرق السعوديه دايما بيبقى عينها كويسه قوي قوي على لاعبي الافارقه، ودايما المقاولون العرب يعني عنده فكر وعنده يعني دايما خبرات كبيره جدا في التعاقد مع لاعبين الافارقه. لو تفتكروا بيل انطوان، لو تفتكروا مع عبد الرزاق كريم، لو تفتكروا بعض اللاعبين جون اوتاكا، جون اوتاكا ده جه المقاولون العرب قعد سنه وبعد كده راح نادي الاسماعيلي. المقاولون العرب دايما ولاد، المقاولون العرب كمنظومه اقتصاديه كبيره، كشركه عملاقه والعمق الافريقي الكبير، كشركه في الوطن العربي، كنادي، كقطاع ناشئين، طلع صلاح والنني، لا مؤسسه، مؤسسه بتدار من اشخاص مخلصين محترمين. معانا منهم واحد على الهاتف، كابتننا الكبير والاب الفاضل المهندس محمد عادل، المشرف العام على القرى بالمقاولون العرب. باشمهندس اهلا بيك حبيبي يا محمد، ودايما موفق ودايما من نجاح لنجاح، وانت تستحق كل هذا باذن الله. يعني انا بامانه باشمهندس يعني من مكاني ده او مكاني في فيوتشر، انا سعيد السنه دي بتجربه المقاولون العرب، التجربه الشابه، التجربه الممتازه، من اختيار لاعبين، من اختيار مدير فني عمل مجهود في اخر 3 مباريات الموسم الماضي. السنه دي ماشيين بشكل محترم جدا، قافلين على نفسكم وعاملين اداء ولا اروع ونتائج مميزه جدا سواء في الدوري او في كاس مصر. اتفضل يا فندم. الحقيقه انت يمكن يا محمد كويس ومعاشرنا كتير طبعا، كنت معانا من ايام صلاح برضو طبعا، والنني ومعاصر كل، لا وما زال النادي المحبب ليا هو المقاولون العرب، خلي بالك. يعني هو معاصر كل هذا الكلام طبعا، يعني واحنا بنفتخر طبعا ده، وانا كمان والله انك بنعتبرك برضو من ابنائنا واخواتنا، ده شرف المحترمين. واحنا طبعا زي ما انت قلت السنه اللي فاتت كان الوضع مش مظبوط، جه كابتن شوقي غريب الحمد لله، وهو مدرب حقيقي، مدرب بمعنى كلمه خبير، لان يعني كابتن شوقي فيه مستين، وانا دايما بقولهم انه يعني ان هو بيدور اللعيبه مش اللعيبه اللي بتدور. وانا شفت مدربين فنيين كتير للاسف اللعيبه هي اللي بتدورهم، اللي هي السيطره على غرف الملابس زي ما بيقولوا. نعم، السيطره على غرف الملابس زي ما بيقولوا بالظبط. فهو الحقيقه راجل قدير، ليه رؤيه متناسبه مع رؤيتنا. لو تفتكر من ايام محمد صلاح زمان، وانت عصرت القصه دي طبعا، قلنا عايزين نعتمد على الناشئين، وطلع محمد صلاح والنني. النهارده احنا بالحقيقه بنعيد التجربه دي تاني، نظر للارتفاع الرهيب والمغالاة في اسعار اللاعبين. النهارده احنا عندنا 4 بس النهارده في المنتخب الاولمبي، يمكن من بسم الله ما شاء الله طبعا مميزين. وعندنا في الفرقه كمان 4 5 واعمار، احنا عندنا في الفرقه النهارده ب 2006 و2005 هيظهروا في خلال الماتشات اللي جايه دي. طول عمركم يا باشمهندس يعني في الحته دي سباقين بالناشئين، وده بيتحسب دايما لقطاع الشباب في المقاولون العرب. اعتقد ان هتبدا او معظم الانديه بدات تدعم لاعبتها برضو بصغار السن. احنا محتاجين ان احنا كل الانديه تغير جلدها شويه، تدي فرصه للعيبه، يعني اللعيبه اللي للاسف انا زعلان ان معظم الجيل الكبير ده المال يعني غطى على البطولات. وانا ده قول دايما بقوله، المال لا يصنع البطولات اكيد، والتاريخ لا يسأل. نفس الرسالة توصل لعيبة مصر كلها. فضل فن. التاريخ مش هيحسب للناس الملايين، مش هيتقال فلان معاه كم مليون وفلان، لكن هيحسب للناس، أنا خدت بطولة أفريقيا لمصر في سنة كذا، أنا خدت بطولة كذا لنادي. البطولات هي اللي بتصنع وهي اللي بتستمر على مدى التاريخ. هي ألقاب يا فندم، ألقاب. لسه حضرتك يمكن لو كنت حضرتك سمعتني قبل ما اطلب حضرتك، قلت عودنا المقاولون العرب ورجع تاني زي ما كان، بطل الدوري العام المصري، بطل افريقيا، بطل كأس مصر وسوبر مصر، وهو في القسم الثاني مع الكابتن حسن شحاته. هو ده التاريخ اللي بيتكتب. البطولات هي اللي بتصنع التاريخ سواء للأندية او للاعبين. فأنا أتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجة
خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. طيب الفترة الجاية لها فلسفة تانية مختلفة تماما عن السنة دي بعد الأداء الرائع للمقاولون العرب السنة دي. أكيد أنتوا طمعانين أكتر من كده في استقطاب لاعبين، في ظهور بعض الناشئين، في يعني في 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 مركز يبقى أقرب من المركز الخامس، ليه لا تبقوا في المركز في المربع الذهبي. بالظبط بالظبط أكيد. ماشي، كل سنة وأنت طيب يا محمد باشا، وتحياتي للسادة مشاهدينك، ودايما مستمتعين بيك في برنامجك دايما يعني. اشكرك المهندس محمد عادل، يعني التاريخ الكبير في الاشراف على كره القدم في المقاولون العرب، وفعلا يعني رغم طبعا مشغولياته الكتيره، رغم يعني امور كتيره جدا، لكن الراجل متواجد في الزمان والمكان، ودايما لاخر يعني نقطه دم زي ما بيقولوا، بيدي وبيكافح وبيخلص للمقاولون العرب. سيراميكا كليوباترا يعني برضو كان فرقة من الفرق المميزة، لكن هي دي كرة القدم. نتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم، هم والاتحاد السكندري. بكرة إن شاء الله في مباراتين هنستعرضها معكم على الشاشة، طلع الجيش مع البنك الأهلي 6:30 على استاد جهاز الرياضة، الزمالك وفاركو 9:30 على استاد القاهرة الدولي، مباراتين في دور 16 بكأس مصر. وكان كمان معانا يعني معانا جدول كده، الفائز مباراه ربع النهائي هتبقى ايه؟ الفائز من لقاء الطلائع والبنك هيلعب بيراميدز، الفائز من لقاء النجوم وسموحه هيلعب انبي، الفائز من لقاء الزمالك وفاركو هيلعب المقاولون العرب، الفائز من لقاء الاهلي ومنتخب السويس، لقاء الاهلي ومنتخب السويس ضد الداخليه هيلعب طبعا من لقاء المصري وحرس الحدود. هي دي مباريات او تخيل لمباريات الدور ربع النهائي. عايز ارجع تاني. طيب جيمي باتشيكو النهارده طبعا راجل ماشي مع بيراميدز، بصراحه السنه دي عامل موسم كويس جدا، انه يوصل لنهائي كاس مصر، اللي يلعب بالسوبر المصري، ماشي وفي طريقه خلاص للعب في دوري رابطه الابطال، لا ماشي بشكل كويس بامانه. كل القائمين على الكره في بيراميدز عاملين فريق كويس، عندهم سكواد على اعلى مستوى، عندهم نجوم مميزين، وكمان فاتحين القوس بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. بيقول سعداء بالفوز على الاتحاد السكندري في عقر داره والتاهل الى ربع النهائي في طريقنا للمنافسه على لقب الكاس. توقعت صعوبه اللقاء لان الاتحاد فريق كبير، ونجحنا في استغلال الخطا الدفاعي والتسجيل في الدقائق الاخيره، كما اننا حرمنا المنافس من هز الشباك. اشكر لاعبي بيراميدز على الاصرار لتحقيق الفوز حتى اخر دقيقه رغم الغيابات التي نعاني منها، ونستحق الانتصار. ده كلام مميز جدا. بيراميدز ماشي بشكل كويس جدا، ماشي وعامل اداء يعني ولا اروع. كمان الى نادي الزمالك، وبعد كده ممكن قبل الفاصل نتكلم على باقي موضوع الكره الشاطئيه اللي كنا هنتكلم فيه، لانه موضوع مهم جدا. الزمالك في مواجهه فاركو، معانا القائمه سريعا، صبحي ونديم، الدفاع المسلوسي وعمر جابر وعبد الغني والزناري وفتوح واحمد محمود، الوسط نبيل دونجا، اشرف رؤى، محمد حسام بيسو، السيسي، سيد عبد الله النمار، سيف جعفر اللي جدد ونقول مبروك تجديده لنادي الزمالك، احمد بالحاج، احمد سيد زيزو، شيكابالا، ابراهيم نضاي، مصطفى شلبي الهجوم، سيف الدين الجزيري وناصر منسي. غيابات الزمالك امام فاركو، حسام عبد المجيد للمنتخب، حاتم سكر للانضمام للمنتخب، محمد طارق للانضمام للمنتخب الاولمبي، عبد الشافي اصابه، عواد اصابه، عبد الله جمعه اصابه، محمود شبانه اصابه، سامسون ايكونولا للاصابه. كمان بعيدا بقى عن كاس مصر، بعيدا عن الدوري، الزمالك هيشارك في البطوله العربيه، واكيد له يعني مباريات ان شاء الله هتبقى مباريات مهمه جدا. زي انتم شايفين معانا في الجدول، الزمالك هيلعب يوم 28 مع الاتحاد المنستيري التونسي، يوم 31 مع الشباب السعودي في السعوديه، الماتش الاولاني في القاهره، الماتش الثاني في السعوديه، الماتش الثالث مع النصر السعودي في القاهره يوم 3 اغسطس. دي الفرق اللي في المباريات. طب انا اسف، في ملعب مدينه الملك فهد، انا اسف، المباراه دي كلها لا مكتوب كمان وانا اللي ما قلتش، ملعب مدينه الملك فهد، مباراه الزمالك في مرحله المجموعات بالبطوله الافريقيه، الزمالك يوم 28 مع الاتحاد المنستيري، الشباب السعودي 31 يوليو مع الزمالك، الزمالك 3 اغسطس مع النصر السعودي.
المباريات لما تبقى مجمعه في مكان واحد اعتقد بتبقى الامور بالنسبه لهم بقى ما فيش سفر، ما فيش اجهاد، ما فيش دايما. لو كانوا اللي تفتكروا زمان كان منتخبنا الوطني مع الكابتن حسن شحاته لما كان بيعمل معسكرات وبيعمل بطولات مجمعه زي بطوله افريقيا 2006 و8 و10 كان بيدي اداء مميز جدا. خالص الامنيات ان شاء الله لنادي الزمالك ممثل الكره المصريه في البطوله العربيه. على فكره بطوله لا تقل اهميه عن دوري رابطه الابطال الافريقيه او الكونفدراليه الافريقيه، بطولة فيها فرق مميزة جدا من السعودية، من الجزائر، من المغرب، من الإمارات، من الكويت، لا من أماكن كثيرة جدا. فرق هي فرق الطب عندهم وتبقى فرق مميزة جدا. إن شاء الله هنشوف بطولة تليق بالأخوة العرب. كان عندنا كمان في خطاب من الأندية لزيادة القائمة في الموسم الجديد. اتحاد الكورة تلقى طلب من بعض أندية الدوري الممتاز بزيادة عدد اللاعبين في القوائم الموسم الجديد لتصل إلى 35 لاعب بدل من 30 لاعب. هنقف عند دي ونقول إن ده يعني أنا شايفه مش صح. يعني لو اتكلمت من ناحية الاقتصادية، من ناحية إنك أنت تستأثر بلاعبين، أنت معاك فلوس هتجيب اللي أنت عايزه، عدم إعطاء فرصة للاعبين هتجيبهم وتعاطهم مش هيلعبهم، انك انت بتقلل فرق المنافس ان هو يبقى يقدر يتعاقد مع سين او صاد او عين في بعض الفرق. لكن اقترحت الانديه على اتحاد الكره ان تضم القائمه الموسم الجديد 30 بجانب خمس لاعبين 2001، لان هم لغوا 2001 وده برضو اجحاف شديد جدا لسن يعني ما بين البنين، بين ان هو لا شباب او ناشئين او في الفريق الاول. وده انا شايفه الى حد ما اقتراح كويس جدا. لو 25 و5 من تحت السن 2001 اعتقد ان ده هتبقى حاجه مميزه جدا. واتحاد الكره استقر في وقت سابق على قيد 30 لاعب مع بدايه الموسم الجديد، منهم ان شاء الله لو يعني الفكره دي يبقى الخمسه اللي هم من 2001، وعندك بقى من 2002، عندك من 2003، عندك من 2004 لاعيبه موهوبه، ليه لا يبقوا موجودين بشكل كويس جدا في الدوري المصري. تكمله لاتحاد الكره موضوع كرة القدم الشاطئية. كنا احنا كنا من البرامج اللي ألقت الضوء على فوز منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بالبطولة العربية اللي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة. وجبنا 2 من نجوم الفريق، كابتن الفريق ولاعب من لاعبي الفريق أو لاعبي المنتخب، ويعني فرحنا بيهم وقال وجهة نظرهم. ولكن كان هناك بعض يعني الكلام اللي حصل الآن على أرض الواقع اللي هو ان هي يعني الاهتمام هو الوحيد اللي بيهتم بالفرقه او بيتابعها في كل مكان هو الاستاذ محمد ابو الوفا. ومحمد ابو الوفا راجل من الناس الاعضاء المحترمين، طبعا كل الناس اعضاء مجلس اداره الناس محترمين وافاضل، لكن محمد صعيدي وجدع ويعني دايما بيبقى عنده اخلاص شديد جدا لما بتبقى له اي مهمه يعني بيقولوا له عليها بينفذها على اكمل وجه. الموضوع الثاني كان في اتكلموا على بطوله هتقام في تونس مؤهله لبطوله افريقيا اللي بعدها الى بطوله كاس العالم اعتقد في سنغافوره او في اولمبيات الالعاب الشاطئيه تبقى في اندونيسيا، انا اسف اندونيسيا وسنغافوره قريبين كلهم في اسيا. لكن حتى الان في مشكله كبيره جدا بالنسبه لهم، ويا ريت نجيب لو محمد ابو الوفا متاع التليفون برضه ناخد رايه ويعرض وجهه نظره. مطلوب اللجنه الاولمبيه 2 مليون جنيه ل 2 مليون جنيه ل يدفعوا عشان اللجنه الاولمبيه تطلع القرار الوزاري. انا شايف ان ده مع احترامنا طبعا لاتحاد كره القدم المصري واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، شايف ان هناك قصور ثلاثي ما بين الثلاث جهات اللي انا قلت عليهم، وزاره الشباب والرياضه المتمثله في اصدار القرار الوزاري، اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بتوافق على سفر البعثات والانديه المشاركه في البطولات المختلفه او المنتخبات، واتحاد كره القدم المصري. لابد دايما ان احنا يبقى عندنا استراتيجي وعندنا ان احنا عارفين عندنا في البلان بتاعنا ان احنا يوم 3/4 سنه اكس واي زد عندنا بطوله في الحته الفلانيه، يبقى بالتالي عندنا الموارد بتاعتنا احنا مجهزينها وعارفين احنا بنعمل ايه على ارض الواقع، وان احنا مسافرين ولازم يبقى في السفر ده
في طيران، في إقامة، في انتقالات، في بوكت ماني، في حاجات كتير جدا، وبالتالي مش هتقدر تعمل الحاجات دي إلا من خلال جهتين. هي الجهة الأولى هي وزارة الشباب والرياضة، والجهة الثانية هي اللجنة الأولمبية المصرية اللي بتوقع على الخطابات، لأنك أنت كنادي أو منتخب بتابع الجواب إلى اللجنة الأولمبية المصرية. تحية طيبة. وبعد بمناسبة مشاركة منتخب من الكرة الشاطئية في بطولة كذا 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 المؤهلة لكذا، رجاء التكرم بالموافقة على اعتماد قرار السفر وكذا وكذا وكذا. هو ده الحاجات اللي دايما المهمة اللي بتبقى دايرة ومعروفة ومش جديدة، لكن عشان منتخب كرة القدم الكرة الشاطئية منتخب يعني مش جامد قوي، ولا في زي المنتخب الشباب ولا الناشئين ولا المنتخب الأول ولا المنتخب الأولمبي، الدنيا يعني بالنسبة لا رغم انهم حققوا نتائج كويسة مش مشكلة. دي كأس العرب عاملين يعني انت في هتبقى فيها يعني هتبقى عامل فيها شكل كويس. حتى هم اللعيبة لما كانوا موجودين معانا طلبوا طلب انهم يعني تعملوا حفلة، لم تقام هذه الحفلة حتى الآن. ده برضو من ضمن الحاجات اللي بوجهها الأستاذ جمال علام، أستاذ خالد درندلي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الموقر، والسيد وزير الدولة للشباب والرياضة السيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. لابد من احترام المنتخبات، لابد من احترام المنتخبات واحترام اي فريق بيلعب تحت مظله مصر بيحقق بطولات. لا انت عارف، خلي بالك يعني انت ما تجيش تفتكر النهارده ان النوم عندهم بعد يومين ثلاثه او اسبوع بطوله. لا انت عارف، انت عارف ان في بطوله، وعارف ان اللعيبه قالت وطلعوا في الاعلام واتكلموا وفرحتوا وهللتوا وبسطتوا بفوزنا بالبطوله العربيه او بطوله كاس العرب اللي كانت في جده بالمملكه العربيه السعوديه، والناس كلها اتكلمت، وعارفين ان عندكم ارتباطات ورا بعضها سواء في تونس او بعد كده في البطوله الاولمبيات الصيفيه دي او اللي هيلعبوا فيها. لا انت عارف، مش عارف، عارف وانك لازم تفكر ان الحاجات دي لا يعني ده اسمه اضعاف المنتخبات اللي هي نقدر نقول عليها اللي شهرتها مش كبيره زي شهره كره القدم، الفريق اول او منتخبات مختلفه، لكن انت بتشارك تحت مظله اتحاد كره القدم المصري. ودي رساله من هنا من خلال رومنتادا الى السيده الوزير الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه مهندس هشام حطب، استاذ جمال علام ومجلسه الموقر، كل القائمين على كره الكره الشاطئيه، الاستاذ محمد ابو الوفا. اعتقد ان اعاده بعض الأمور إلى مجراها الطبيعي لمشاركة المنتخب وتوفير كل النفقات اللازمة لسفر منتخبنا الوطني لتونس إن شاء الله للتصفيات. كده أكون وصلنا يعني إلى أغلب أخبارنا. معايا ضيف النهاردة بعتبره من النجوم المجتهدة، النجوم المخلصة، النجوم اللي دايما بتحطه في أي نادي بيلعب معاه أكنه بيلعب معاه لأول مرة، بيخلص، بيجتهد، بيعرق، بيحاول يبذل كل قصارى جهده أن يكون واحد من المنظومة، من المنظومة اللي انضم لها في بداية أول مباراة حتى آخر مباراة. واحد من النجوم الكبار النهاردة اللي يعني بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي بعزه، لأن أنا حضرت له، يمكن دي هقولها قبل ما أطلع فاصل واستقبله، كنت موجود أيام ما كنت مراسل في دريم 2005 بطولة دورة الصداقة اللي كانت بتقام في قطر في 2007، أنا آسف 2007، وكان موجود في الجيل ده جيل الويشي، عبد الله الشحات، عبد الله السعيد، شيكابالا، أمير توفيق، ونجوم كتيرة جدا هيفكرني بيهم الويشي. والويشي كان بيلعب في السكة الحديد يعني ده، وكان ده الهدف في روسيا، هدف من الأهداف المميزة جدا، الكرة هتروح بعيد، الويشي هدف عظيم، معلش بس هدف رائع. انا حتى قلت للاخوه في الاعداد وفي الاخراج هاتوا الهدف بتاع الوش ده تاني. انا حضرت البطوله دي من اول يوم، حتى سافرت مع المنتخب ورجعت مع المنتخب. دي كانت من كان جيل الجيل الذهبي اللي عمل تاريخ الكره المصريه، حتى منهم في بعض اللاعبين حتى الان بيلعبوا في الـ في الـ في الـ في الانديه المصريه، وهو صاحب مسيره كبيره جدا من السكه الحديد للاهلي، المقاول العرب، والانتاج الحربي، والتلفونات بن سويف، القوى الجويه، الطلبه العراقي، الفيصل الاردني، القناه، دمياط، منتخب السويس، جده السعودي، اف سي مصر، كوكاكولا، الانتاج الحربي، حرس الحدود، وحتى الان مع السكه الحديد، نجم من نجوم كره القدم المصريه، ولاعب اللي حفروا اسمهم بتاريخ كبير جدا بحروف من نور، الكابتن رضا الويشي، في حوار مهم جدا للرومنتادا، ولكن بعد الفاصل.
مسيرة كبيرة من العطاء في أندية مختلفة، اللاعب حفر اسمه بحروف من نور في كل فرق، في كل فريق راح له بيجتهد وبيؤدي أكتر قدر ممكن من الإخلاص، ونقدر نقول يعني القوة أنه يبقى متواجد بشكل مميز جدا. واحد من النجوم الكبار النهارده اللي مشرفني منورني واللي انا بعزه على المستوى الشخصي كابتن رضا الوشي. حبيبي استاذ محمد الله يكرمك، سعيد طبعا منور بنورك، وانا سعيد جدا انت يعني صديق ليا من زمان جدا، ليك ذكريات كبيره وجميله معايا، تشرف ان انا اكون موجود مع حضرتك كده. اول ذكرى اللي هو الهدف اللي زعته لك بتاع اكيد بتاع منتخب مصر، منتخبنا الوطني كان بنجاده وكابتن عادل المأمور وكابتن ايمن حافظ كان مدير اداري في البطوله الصداقه بدوله قطر، والهدف الرائع اللي جبته في روسيا. تمام نقوله لك تاني. طب عايزين نشوف الهدف ده هنا على الشاشه دي، على الشاشه دي لو يعني جه يعني فكرنا تاني بالهدف. انا كنت موجود في الملعب وشفت لا ده كان انا كنت قاعد احتياطي في الماتش ده، وكان اول ماتش ليا طبعا. الهدف اهو، الهدف اهو، كنت بلعب برضو في السكه في السكه الحديد في الدرجه الثانيه، ورحت منتخب مصر كنت قاعد بره وكنت شايف الجمهور الكبير جدا، وكنت بتمنى ان انزل اجيب جون، وسبحان الله الحمد لله ربنا كرمني في الماتش ده. التفكير ده كان تفكير يعني بالنسبه لك؟ لا توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى اكيد يعني اول حاجه، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان انت تروح برده في الوقت ده مع نجوم كبيره كلهم اهلي وزمالك واسماعيلي، وانت بتبقى مطلع من الدرجه الثانيه. فكرني كده، بس انا فاكر يعني شيكابالا عبد الله سعيد وعبد الله الشحات وحسام عاشور واحمد شديد واحمد غانم سلطان وناس كتيره جدا، اسامي كبيره جدا، وعبد العزيز توفيق. شكلك نسيت يا وش. لا وعبد العزيز لا ما نسيتش، لا الناس دي كانت والحمد لله، وكان فخر بالنسبه لي ان انا اكون يعني موجود في الدرجه الثانيه ولاعيب في الدرجه الثانيه بتلعب مع اللعيبه دي، كان حاجه بالنسبه لي كبيره يعني. كان بالنسبه لك انك انت لاعب الدرجه الثانيه وتروح مع منتخب الاولمبي بجد الكوكبه الكبيره دي؟ أكيد. اعتقد حاجه كانت اكيد طبعا، كان بالنسبه لي كنت الحمد لله كنت بحاول ان انا ابقى في ادي المسؤوليه، وابقى انا الحمد لله ادي الناس دي، وان انا اظهر نفسي بشكل كويس، فرصه بالنسبه لك ان انت تحط نفسك مع الناس الكبيره دي، والحمد لله ربنا كرمني في البطوله دي، عملت بطوله كويسه، وبعد كده بدات الحمد لله الانديه الكبيره بدات تكلمني يعني. طيب قبل ما اروح للانديه الكبيره، السنه دي انت عملت موسم ولا اروع مع نادي السكه الحديد بامانه، عاد السكه الحديد مره اخرى في الاداره، في الفريق، في التواجد، في الشغل الاعلامي، في الزخم الاعلامي اللي حواليه، في المباريات، في النتائج، حاجه كانت جديده خالص مع نادي السكه الحديد، في وجود طبعا الدكتور سيد عيسى المدير الرياضي واللواء حسام السيسي، وطبعا على راس القائمه مع الفريق كمان الوزير وزير النقل. اكيد لا الحمد لله احنا السنه دي كنا عاملين فرقه محترمه باداره محترمه، كان لهم هدف ان احنا اكيد مش ان احنا نوصل للمحترفين، كنا نوصل لابعد من كده الدوري الممتاز، لكن طبعا يعني هي ظروف، انت بتلعب برضه في مجموعه صعبه جدا مع اسامي كبيره جدا، بتلعب مع الترسانه، بتلعب مع الاتصالات، بتلعب مع القناه، بتلعب مع منتخب السويس، بتلعب مع زد، بتلعب مع دجله، والحمد لله انت تقدر تفضل لحد اخر نفس، انت باللعيبه مجموعه اللعيبه الرجاله اللي ادت موسم كبير جدا، ان انا طبعا بشكرهم اللعيبه زمايلي ان انا اكون كابتن فرقه على لعيبه زي دي، لا لعيبه تستاهل انها تبقى في حته كويسه، اللعيبه كلها تعبت، اللعيبه كلها على قد الظروف اللي كانت بتحصل في النادي، على قد الامكانيات، لكن طبعا زي ما انت قلت ان احنا حتى لو الظروف قليله، بس الناس بصراحه سنه تاريخيه لنادي السكه، الناس التزام في الفلوس والتزام في العقود، التزامات في المكافئات، لبس، كل حاجه اللي انت تتخيلها، نادي السكه كان في حته كبيره جدا، كان يستحق السنه دي ان هو يكون في الدوري الممتاز، بس برضو ان احنا نوصل نبقى في دوري المحترفين من الاربعه، لا ده انجاز برضو كبير، برضو يحسب للاداره ويحسب للعيبه ويحسب للنادي يعني، ويحسب ان في مدير فني جديد، مدير فني واعد، كابتن امير عزمي مجاد اللي عمل اداء ولا اروع السنه دي بامانه. كابتن امير بصراحه جالنا بعد الكاب صلاح اسم كبير جدا، وكان ضغط عليه ان احنا برده ما كناش برده ماشيين بشكل كويس، الكابتن امير جه اشتغل وجه اجتهد وتعب معانا، واحنا برده الحمد لله يعني هو جه اشتغل ولقى مجموعه لعيبه ساعدته، فطبعا مع ان انت مدير فني لسه بتبدا وراجل اشتغل بمنتهى الاخلاص بصراحه، انا بحييه من الناس اللي انا بحبها، وكنت بتمنى ان هو يصعد، لان الراجل ده كان يستاهل ان هو يبقى في حته يعني من زمان، انا يعني هو كان مدربني من سنتين ثلاثه في FC مصر مع الكابتن خالد جلال، كان مدرب مساعد، لا عنده فكر وعنده جاي، ويبقى في حته كويسه قوي يعني كابتن. معانا كمان واحد من الجنود المجهولين، وفي استاذ من اساتذه الاداره الرياضيه بامانه، في اول تجربه له كمدير رياضي لنادي السكه الحديد عمل تغيير كامل وعمل اداء ولا اروع وعمل سنه ممتازه جدا، دكتور سيد عيسى المدير الرياضي الاسبق لنادي السكه الحديد، اهلا بيك. أنا كابتن عباس بمس على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبمس عليك يا كابتن رضا، وربنا يوفق إن شاء الله بإذن الله.
ومستمتع بيكم. طيب حضرتك قلت لي انت عارف انت بتربطني بيك علاقه محترمه جدا وصداقه، قلت لي لو عندي 7-8 لاعبين زي رضا الويشي كنا ممكن في نبقى في حته تانية، ونتمنى امثال الويشي في كل فرقه مصر. والله رضا الويشي من اللعيبه المجتهده، من اللعيبه المخلصه، من اللعيبه فعلا زي ما بيقولوا بينزل الملعب يعني بيبقى عايز ياكل النجيله، وحماس وقوه، وبشجع يساعد زمايله في الملعب، وفعلا كان قائد في فتره الموسم الماضي ده مع نادي السكه. يعني هو انت عارف على عامل مهم جدا جدا يا كابتن عباس، وبالذات انه يكون لاعب كبير ولاعب خبرات ولاعب محبوب من زمايله كلهم. فرضا الويشي كان فعلا من اللعيبه المحترمه اللي ساعدنا السنه اللي فاتت دي، وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، ويكون يعني سبب من اسباب صعود السكه للدوري الممتاز السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. رغم الجهد الكبير لحضرتك واللي هو حسام السيسي وكل القائمين على راس المنظومه، قلنا معالك الفريق كامل الوزير وكل المعاونين اللي كانوا موجودين، لكن ربنا ما وفقش السنه دي بالصعود. بتقيم تجربه حضرتك ازاي بعد رحيلك عن السكه الحديد؟ بص يا كابتن عباس، الحمد لله اولا قبل كل شيء الكره توفيق وعدم توفيق. احنا والله كاداره عملنا اللي علينا، واللعيبه ما قصرتش معانا، جهاز فني محترم بقياده امير عز المجاهد ومع محمد جوده وتامر رياض ووائل خليفه، جهاز طبي، جهاز اداري، والله الناس ما قصرتش. ولكن حضرتك يعني كره القدم كتجربه بالنسبه لنا تجربه الى حد ما ناجحه جدا، لان احنا كان عندنا هدف من بدايه السيزون دوري ممتاز، واذا كانش يبقى دوري محترفين. يعني ده الهدفين اللي اشتغلنا عليهم، ولكن كان الاساس اتفقنا مع سته الفريق من اول السيزون ان احنا نبقى في دوري المحترفين، والكلام ده احنا ما اعلناهوش للاعبين ولا اعلناه للاعلام عشان يبقى عندنا حماس ويبقى اللعيبه مؤهله انها بتنافس الصعود للدوري الممتاز. لكن كان فعلا الاتفاق مع سته الفريق كامل ان احنا نبقى في دوري المحترفين. اشتغلنا على نفسنا، كان بدايه الموسم ما كانت احسن حاجه، ولكن بعد كده ربنا كرمنا واللعيبه بذلوا مجهود، كسبنا 8-9 ماتشات ورا بعض، بداوا يقربونا وبدانا نخش في المنافسه، فالطموح زاد عندنا وقعدنا في منافسه حقيقيه مع زيد ودجله على المركز الاول حتى اخر مباراه يا دكتور، او اخر مباراتين لغايه الماتش اللي قبل الاخير مع الانتاج الحربي. ده طبعا كانت مفاجاه ان احنا اتغلبنا على ارضنا 3-2، ودي اللي خلاص كانت ادتنا عن المنافسه. فالحمد لله رب العالمين، يعني ما كانش في نصيب ان احنا نصعد الدوري الممتاز السنه دي، ولكن بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني وبشكر كل المسؤولين في نادي السكه على المجهود اللي قدموه السنه دي. والحمد لله احنا برضو الدوري المحترفين كابتن عباس برضو حاجه مش وحشه في ظل ان مجموعه القاهره مجموعه قويه جدا جدا. دوري ده دوري ممتاز لوحدها، 12 فرقه و11 فرقه لعبوا دوري ممتاز، فيهم فرق عندها امكانيات ماديه عاليه جدا جدا، فكون انك تبقى من الخمسه يعني زد صعد دوري ممتاز، ومعانا دجله، معانا القناه، معانا بتروجيت، ولسه في منافسه بين الاتصالات هتدخل دوري الترقي مع المنيا ومع بروكسي. فالحمد لله ده يعتبر برضو من وجهه نظري ان احنا حققنا الهدف والمطلوب مننا. انت عندك فرق ذو امكانيات وجماهيريه وشعبيه ما صعدتش دوري المحترفين، ويعني محتاجه لها والله يا دكتور سيدي حلقه كامله الفرق الشعبيه زي المنصوره وزي الاولمبي. طبعا انا سعيد بوجودك معانا في اتصال تليفوني، وطبعا هقفل مع حضرتك وهتسمع الويشي بقى اكيد هيتكلم مع حضرتك وعن نادي السكه الحديد. شكرا دكتور سيد عيسى المدير الرياضي لنادي السكه الحديد، شكرا جزيلا. لا طبعا انا حابب اشكر الدكتور برضو من الناس اللي هي الدعم، رغم ان هو راجل برضو زي ما انت راجل اعمال كبير وليه اسمه وليه يعني ليه شغل، لكن طبعا راجل كان يعني بيفضي وقت كبير جدا لينا هو اللي هو حسام. بصراحه الناس موجوده في التمرين كل يوم، موجودين في المعسكر، موجودين دعم كبير لما تلاقي اثنين شخصيات كبيره وليها اسامي كبيره موجوده طبعا مع واحد. انا يعني مش هينفع طبعا انا شن انا معاك، فالراجل ده برضو الناس ثلاث شخصيات كبيره جدا كانوا موجودين معانا بشكل كبير جدا، فمديك دفع ان انت تبقى خلاص انت مش محتاج حاجه. الناس دي سايبه شغلها، والناس دي سايبه يعني مسؤولياتها، وسايبه يعني ارقام كبيره ممكن يعني يخسرها. كل ده ما صعدتوش ليه؟
لا ما صعدناش الصعود برضه كابتن. انا يعني صعدت الحمد لله بفضل الله. انا كنت بتمنى ان انا اعمل سنه تاريخيه بالنسبه لي، كانت تبقى بالنسبه انت تبقى نادي السكه صاحب فضل كبير عليك، ناديك كابتن فرقه، نادي ليه بقى له 30 سنه ما صعدش دوري ممتاز، وانت النهارده كانت تبقى سنه رابعه بالنسبه لك على التوالي، تبقى حاجه بالنسبه لي انا كانت حاجه شخصيه، كنت داخل تحدي بيني وبين نفسي ان احنا نصعد دوري ممتاز. بس انت برضو اكيد عنصر عندك برضو، احنا ما عندناش برضو اللي هي ليه، احنا عندنا خبرات موجوده بس مش اللي هي برضو ايه، يعني زي ما قلت الصعود برضو محتاج ان انت لازم اخر اربع خمس ماتشات دول ما ينفعش ان انت تفرط فيهم. احنا فرطنا في اربع ماتشات يا كابتن، ثلاثه تعادل واحده خساره، يعني انت لو خسرت اثنين وكسبت اثنين كنت هتلعب برضو على مع زد على الماتش الاخير. لكن هي اكيد انت طبعا انت بتتعلم، وطول ما انت ماشي في الحياه بتعرف انت النهارده خسرت ليه وبتكسب ليه، وعشان اصعد لازم اعمل ايه، وعشان النهارده اوصل لهدف زي ما الدكتور كان بيتكلم. احنا كان عندنا هدفين، الهدف الاول ان احنا نوصل ايه محترفين، لكن الحمد لله معايا لعيبه رجاله جدا جدا جدا، لو قعدت اشكرهم من هنا لحد سنه كامله، لعيبه كانت بتجتهد، لعيبه بموتة نفسها، لعيبه بتخلص، لعيبه بتحب بعضها، لعيبه روحها واحده، اوضه لبس محترمه جدا جدا جدا. بشكر العمال، بشكر الجهاز الطبي، الجهاز الفني، بشكر كل نادي السكه ان عملوا سنه تاريخيه لنادي السكه، وصلوا النادي دلوقتي الحمد لله ان رجعوا اسم نادي السكه، الناس بتتكلم على نادي السكه بالشكل ده، وان انت توصل معلش انت بتتكلم لو انت جيت واحد من اقدم الانديه المصريه أكيد بعد نادي بورفؤاد. اكيد انت النهارده لما تحسب الاربعه اللي معاك قعدوا في الدوري الممتاز، القناه لعب دوري ممتاز، بتروجيت لعب دوري ممتاز، وادي دجله لعب دوري ممتاز، تمام، وانت النهارده لعبت دوري ممتاز برضو، اللي صعد لسه صعد حديثا وكان صعد دوري ممتاز قبل كده، انا كنت بلعب فيه بالمسمى القديم اف سي مصر. وانت بتتكلم اتصالات اللي بيلعب ترقي برضو دوري ممتاز، فانت النهارده معلش انت حطيت نادي السكه، حط نفسه دلوقتي على الخريطه في شكل كويس. هل انت النهارده هتكمل على اللي انت بنيته؟ نتمنى ده ان شاء الله في الاداره اللي جايه والمدير الفني، سواء امير كامل او مدير فني جديد او اللاعبين برضو اللي هيكملوا. عايز ابدا معاك، انت مسك الحديد من 2003 ل 2007، انت الاول من المنصوره، تمام، طلخه، لعبت في كهرباء طلخه، لا انا من سندوب، سندوب كهرباء طلخه، تمام. سندوب دي في بدايه المنصوره عند الكوبري بتاع كل، ايوه تمام، اول ما تخش المنصوره. انا لازم ارحب بك، شرف ليا طبعا بلدي وشرف. طيب مسك الحديد للنادي الاهلي نقله كبيره جدا بالنسبه لك، وش كانت ازاي؟ اكيد لا انا زي ما قلت لك كابتن الحمد لله انا رحت من كهرباء طلخه لنادي السكه مع كابتن اسامه عرابي في اول السنه، الحمد لله لعبت اول 10 ماتشات جبت 13 جون، رحت منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته، اول معسكر ليا ما كنتش حتى رحت المنتخب الاولمبي، فطبعا كانت بالنسبه لي بعد ما خدوا كاس الامم الافريقيه انا كنت بتفرج عليهم عادي يعني كده 2006. رحت بعد كده اول تجمع لمنتخب مصر الاول، رحت الحمد لله من نادي السكه برضو، اتخضيت لقيت ليه بقى اكيد بقى بركات ومتعب وابو تريكا وكابتن حسن شحاته وكابتن احمد حسن، لا ده ناس كبيره جدا اسامي، انا كنت لسه بتفرج عليهم يعني على قبل ما وهم بياخدوا الكاس. استقبلوك ازاي وش؟ لا ناس، بص يا كابتن اقول لك حاجه، الحاجه الوحيده اللي فرقت معايا حتى لما انا رحت النادي الاهلي اللي فرق معايا حاجه واحده بس، انا لعبت مع جيل يا كابتن، يعني ناس كانت بتكلم الكوره وعارف يعني ايه كل لعيب يبقى قيمه لوحده، لكن ال 25 لعيب ما تحسش ان هم لا في اسره وفي حب وفي ده، انا الحاجه اللي انا استفدت منها، وانا حتى انا كنت رايح عندي 19 سنه كنت بقى يعني كان عندي طموح كبير جدا اروح في حته كبيره جدا، لكن طبعا هي الكوره كده، لكن طول ما انت الحمد لله واقف على رجلك وطول ما انت ما تقفش عند نقطه معينه ما توفقتش هنا، لا اجتهد من الاول وابدا من الاول، يعني الحمد لله الواحد ما بياخدش منه الحاجات ان انت بتقع مره وتقوم مره، دي احسن حاجه في الحياه ان انت تبقى دايما عندك روح المنافسه باستمرار. يعني اول يوم لك في النادي الاهلي، اول يوم انا كنت طبعا سعيد جدا، حلم من لابويا ولامي الله يرحمها واخواتي كلهم، فانا النهارده اتحقق حلم بالنسبه لاهلك، فدي كانت بالنسبه لي كبيره جدا. جت ازاي المفروضات يا وش؟ لما لعبت في منتخب مصر البطوله دي كانت بطوله وشها خير عليا وكبيره جدا الحمد لله، زي ما قلت لك انا لعبت وجبت جونين في كنت هداف البطوله معانا انا واحمد سمير فرج، فالحمد لله الدنيا يعني الدنيا كانت كويسه بالنسبه لي في البطوله دي، كلمني انديه كتير جدا، لكن النادي الاهلي طبعا خلص المفاوضات بسرعه، وانا كنت اكيد يعني بتمنى اروح النادي الاهلي، فالناس كلموا كابتن اسامه، كان برضو اللي ساعدني في الموضوع ده كابتن اسامه عربي كان مدير فني عندنا، فالحمد لله الامور مشت بشكل كويس، وانا في السنه دي جبت حوالي حاجه و20 جون، فالسنه دي كانت بالنسبه لي سنه تاريخيه ان انا اقدم حاجه للنادي السكه محترمه، وانا اروح برضو نادي كبير. يعني سنة واحدة مع النادي الاهلي لك لعبت معاهم البطولة الافريقية، انا كنت متواجد ورحت كاس العالم للاندية، تمام، اخدت ثلاث بطولات معاهم لكن انا لما انا يعني الناس برضو ممكن تقول لك انا كنت حابب ان انا اكمل، بس اكيد انا من النوع ان انا بحب اللعب جدا يا كابتن، يعني ممكن يعني اي حاجة بتأثر عليا الا اللعب، ان انا العب بحب ان اكون موجود في الملعب، فطبعا لما لقيتش نفسي بلعب وما لقيتش نفسي ان انا ثابت السنة دي انطباع فيك قد ايه يا وش؟
لا انا زي ما قلت لك انا استفدت من نجوم كبيره جدا واسامي كبيره جدا اتمرنت معاها، وحساب لي ان انا في تاريخي ان انا دخلت النادي الاهلي مع ابو تريكه وبركات ومتعب وحضري، اسامي كبيره جدا اي حد كان في الدنيا يتمنى يلعب معاها. فدي بالنسبه لي تاخد بطوله مع الجيل ده، انت خلاص في تاريخك، انت كده كده دلوقتي بقيت بتلعب في النادي الاهلي، وان انت اسمك انت دلوقتي بتبقى النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، يعني حتى لو انا ما خدتش فرصه بشكل كبير، بس اكيد افضل ان انا عندي ذكرى كبيره ان انا دخلت النادي الاهلي في يوم من الايام ولعبت مع لعيبه كبيره جدا عملوا تاريخ كبير جدا لمنتخب مصر والنادي الاهلي. فدي بالنسبه لي اكيد. طب قبل ما اطلع للفاصل، لان هطلع فاصل، مانويل خوسيه قابلك ازاي في النادي الاهلي وكان بيعاملك ازاي؟ لا المستر مانويل هو اللي كان جايبني النادي الاهلي وكان دايما بيشجعني، حتى كان دايما بتمرن معاه بتمارين منفرده، وكان راجل متوسم فيها كتير يعني. بس زي ما قلت لك المشكله انا كانت مشكلتي ان بتتكلم في متعب بيلعب هداف الدوري، فلافيو بيلعب هداف الدوري، اسامه حسني كان لسه مكسبهم كاس مصر 4-3، فانت بتتكلم احمد بلال، بتتكلم عبد الحميد حسن، خمس مهاجمين دلوقتي. انت لو جيت بتحسب نفسك لو انت جيت الزمن رجع بيك وانت دلوقتي، لا الموضوع كان يبقى مختلف جدا يعني. ما زال الحديث مستمر مع النجم الكبير رضا الويشي، ونتواصل ولكن بعد الفاصل. رجعكم تاني بعد الفاصل. طبعا رويش النهارده بيساعدني، قال لي ارجع الكاميرا بتاعتك راجعه، صحصح معايا النهارده رويش. رضا يعني مسيره كبيره جدا اكيد، يعني بالنسبه لك بعد الاهلي في بقى مخول العرب، انتاج حربي، تليفون بن سويف، القوى الجويه، التراب العراقي، الفيصلي، القناه، دمياط، منتخب السويس، جده السعودي، اف سي مصر، كوكا، التاج الحربي، حرس الحدود، السكه. بس كانت ليك تجربه للابرز انك صعود مع كوكا للدور الممتاز. لا لا ثلاث تجربات ورا بعض الحمد لله، اف سي مصر والكوكا كولا والحرس الحدود، في ثلاث صعود في ثلاث مباريات الحمد لله. ثلاث سنين اللي ورا دي السنه دي كنت بتمنى الرابعه، بس بالنسبه لي على الامكانيات النادي واللي احنا بنينا الفرقه لسه بانيه. اختلاف سريع ما بين الثلاث تجارب او الرابعه اللي ما اتحققتش؟ لا ما فيش اختلاف والله، الناس كلها ناس محترمه، وزي ما قلت لك انت بتشتغل في اي مكان الحمد لله بفضل الله، انا بروح اي مكان. انت بعتبر انت في الكوكا مع تامر مصطفى؟ لا اكيد مدرب كبير، خلي بالك. طبعا طبعا وكابتن مكي مدرب كبير محمد جدا، محمد مكي ده واحد من المدربين الواعدين اللي انا قلت كبير عليه. كابتن مكي مدرب كبير جدا، لو اخذ الفرصه كان ممكن برضو يعمل شغل كويس جدا. محترمه طبعا لاحمد ايوب، ايوه وصعدت مع عم المدربين كلهم الكابتن محمد صلاح اكيد يعني، مع اف سي مصر اسم كبير طبعا. فالحمد لله انا يعني الحمد لله بفضل الله كابتن، وانت ماشي في حياتك انت بتقابل يعني، انا يعني اعتبر انا بالنسبه لي اتعاملت مع مدربين كتير جدا صغارين وكبار، والحمد لله واحد طول ما انت ماشي بتاخد كل الحاجات دي في وجدانك يا وش. اكيد لا انا دلوقتي مثلا راسم نفسي طريق ان شاء الله ان انا ممكن ابقى مدرب فيما بعد. انت اوريدي بتخطط دورات جنب اللعب اكيد، فانا حاطط لنفسي مثلا هدف، فانا دلوقتي بتعلم مثلا ان انا اتعامل مع مدرب صغير لسه شاب عايز يحط نفسه في حته كويسه، اتعاملت مع مدرب كبير جدا، اسامي كبيره، كابتن حسن شحاته من الجزيه، كابتن مكي، كابتن امير، كابتن تامر مصطفى يعني، وكل واحد ليه دماغه، كل واحد ليه فكره، واجيال بقى كابتن كمان في اللعيبه بتتجدد عليك، فانت النهارده بتبقى تعرف امتى تتعامل مع اللعيبه دي وتشد عليهم امتى تحتوي الناس دي. فالحاجات دي بالنسبه لي برضو بحاول ان انا التفاصيل الصغيره دي. انت ذكرت واحد من المدربين اللي انت قلت انك استفدت منه تماما، وانا كمان على المستوى الشخصي عندي قناعات بيه كلاعب مخلص مميز عطاء، ومدرب مشروع، مدرب كبير جدا، ولو كان اخذ الفرصه الكامله بعد الصعود بنادي حرس الحدود اعتقد انه كان ممكن حرس الحدود مع بعض الدعم وبعض الامكانيات كان ممكن يبقى في حته تانية. النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن محمد مكي، اهلا بيك. محمد طبعا وبنص عليك وعلى رضا وعلى مشاهدينك الكرام. كابتن مكي يمكن يعني انا من متابعيك ومن مريديك سواء لاعبا او مدير فني، انت يعني ان شاء الله اللي جاي احسن، لكن انت تقدر تقول في الزمان والمكان وفي اي وقت بتبقى تحت امر فريق حرس الحدود ناديك المفضل اللي حققت معاه بطولات، يعني نقدر نقول الامور بالنسبه لك خلاص انتهت تماما في الدوري الممتاز، بتفكر في ايه في اللي جاي؟ بالطبيعه يا كابتن انت عارف يعني انا ماسك الفرقه من 4 أو 5 ماتشات كان الموضوع تقريبا شبه منتهي يعني. ده حقيقه لكن احنا حاولنا على قدر المستطاع تحسين الشكل وتحسين مش الترتيب، تحسين شكلنا بس في الجدول على قد ما قدرنا. الماتشات اللي فاتت عملنا ماتشات كويسه قدام بيراميدز، قدام اسوان، قدام الداخليه والمحله، عدينا قدرنا نعدي دور
في كاس مصر. النهارده كان ماتش النادي الاهلي ماتش صعب، ماتش احتفاليه بالنسبه للاهلي. النادي الاهلي النهارده ببارك له طبعا على طول مباركه وبارك له على المباراه النهارده. احنا حاولنا لا انت حاولت وكنت متماسك في اغلب فترات المباراه يعني، لكن طبعا الفوارق كبيره شويه طبعا، والنادي الاهلي مش محتاج هدايا. واحنا اظن الاهداف اللي جت يعني انت في اول 3 4 دقائق بتدي النادي الاهلي جون، النادي الاهلي مش محتاج دوت خالص خالص يعني. لكن برضو انا عذر اللعيبه بشكل كبير جدا. انا عايز اقول لك ان في 7 لعيبه في الملعب النهارده اول مره يلعبوا قدام النادي الاهلي، اول مره يلعبوا بجمهور بالحجم اللي كان موجود النهارده. كان موجود جمهور كتير النهارده، فهم ادوا اللي عليهم، اللعيبه ادت اللي عليهم وانا بشكرهم. وخلاص هي في الاخر صفحه واتقفلت. احنا كده كده يعني ساعات قعدنا مع مجلس الاداره كنا بنفكر في سنه جديده وفي موسم جديد مين نقدر يستمر معانا عشان نرجع تاني بالفرقه في اقرب فرصه للدوري الممتاز، مين ممكن نشتغل عليه تسويقيا، مين ممكن ان هو خلاص خد فترته مع النادي ونشكره. فهو ده احنا شغالين عليه. لكن كنت اتمنى ان النهارده النتيجه ما تبقاش 3. اوكي اتغلب بس مش 3. انا كنت على امل ان الماتش يمط شويه، او السيناريو اللي كنت راسمه ان الماتش يمط شويه مع النادي الاهلي. لكن الحمد لله زي ما قلت لك انت بتلعب النادي الاهلي في الجزيره، وبشكر اللعيبه على جهدهم. اجتهدوا وكل واحد طلع اقصى ما عنده، وانا بشكرهم وخلاص، وصفحه واتقفلت وهنفكر في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد مكي نجم حرس الحدود والمدير الفني لحرس الحدود، واحد من المدربين المميزين، بشكرك شكرا جزيلا. تقول عن مكي؟ لا مدرب كبير جدا، وانا كنت مستني ان هو بصراحه الراجل ده من الناس كان ياخد الفرصه مخلصه جدا 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 للنادي. يعني انا على معايشه معاه وتجربه معاه، ان الراجل ده بيحب النادي جدا جدا. وانا كنت اتمنى ان الفرصه اللي خدها دي ياخدها من 10 15 ماتش فاتوا. لا ولما طلع بالفرقه كان يكمل. لا مش مشكله انت حتى لو انت جبت المدرب اديته فرصه واثنين وثلاثه و10، كان من اولى ان انت ابن النادي ده والراجل اللي استعب في الفرقه والراجل اللي صعد مع الفرقه. وان الكابتن مكي بيقول لك النهارده لا في غريب ده اول ماتش يلعب، في ناس كتيره ومعظم اللي بيلعبوا دولت لو لعبوا من الاول ومع الكابتن مكي كانوا ممكن يعملوا حاجه احسن من كده. لكن الراجل خد فرصته متاخر جدا، لان هو كان يستاهل. من المدربين الكبار جدا انا اتعاملت معاهم بصراحه، شخصيه محترمه جدا، مدرب بيحب شغله جدا، بيجتهد بيتعلم، فده انت تحترمه جدا. وبتمنى له ان شاء الله ان هو يعني يحقق كل اللي بيتمناه بصراحه. على الجانب الاخر النادي الاهلي المنتشي بعد الفوز بالبطوله الافريقيه وماشي عامل اداء ولا اروع، وكولر غير شكل وطريقه ولعب اداء النادي الاهلي وقدر فعلا ينصهر مع المجموعه بتاعته، وقدر يبقى عنده بدايل على مستوى اللاعبين الاساسيين في الفتره الاخيره. بص يا كابتن، اللي فرق مع النادي الاهلي الفتره الاخيره دكه البدله. ما كانش الاهلي جات عليه فتره ما كانش عنده حد يشيل الفرقه، لكن انت دلوقتي النهارده بتلعب قفشه، بتقعد قفشه، بتلعب تندوسي، بتلعب طبعا الراجل بقاله كام ماتش اصلا ما كانش مشارك بشكل كبير جدا، دلوقتي بيعود. بتتكلم النهارده ياسر وان بتحتاجه يلعب بيبقى كويس، رامي ربيعه بيحتاجه موجود. فدلوقتي النهارده انت عندك فرقتين، ما بقتش انت النهارده الراجل عنده سيستم وعنده طب الراجل اللي عنده سيستم ده تعال نشوف قال ايه ونرجع نعقب على المباراه النهارده. ها معنا فين؟ ماشي. تصريحات مارسيل كولر: المباراة كانت صعبة لأنها جاءت بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا وأفراح التتويج، وفضلت إراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الموسم الحالي. فخور بالتواجد مع فريق كبير مثل الأهلي، له أسس خاصة والجمهور يطالبني بالبطولات دائما، وهو ما يتوافق مع طبيعتي كمدير فني. الأهلي لم يحسم اللقب بعد لكي أتخذ قرارا بإراحة الأساسيين، ولكن تركيزي حاليا على حسم المباريات القادمة للتتويج. أنا سعيد بأنني مدرب للاعب بقيمة علي معلول، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهو لاعب رائع. ده كان كلام كولر المدير الفني طبعا للنادي الأهلي. كلام مهم يا وشي. اكيد اكيد. النهارده انت النهارده برضو زي ما قلت لك، طول ما انا عندي سيستم وطول ما انا عندي هدف. النهارده بتتكلم الاهلي لسه له مثلا 3 4 5 ماتشات عشان يحسم الدوري، فالنهارده بطوله بالنسبه له برضو تحسب. انت النهارده سنتين النادي الاهلي بعيد الدوري، فالنهارده ما ترجع تاخد الدوري. حتى موسيماني لما خد الاثنين افريقيا وخسر الدوري الجمهور ما كانش راضي. طبيعه النادي الاهلي ان هو بيخش اي بطوله عايز ياخد، حتى اي بطوله بيخش فيها النادي الاهلي عايز ياخدها. فانت النهارده المدرب لما بيقول لك بيتماشى مع طبيعتي، فدي حاجه بالنسبه تحسب له هو. ان الراجل ده طموحه دايما هو عايز يبقى لقدام. طبعا النادي الاهلي ما بيقبلش يخش خد وقت شويه وش على ما قدر يشوف شكل النادي الاهلي، وزي ما انت قلت يبقى عنده البدايل والدكه. بالعكس انا شايف ان اي مدرب هيجي النادي الاهلي مش هيحتاج ان هو، لان انت النادي الاهلي كل يعني عنده اسم كبير جدا، وفي بتتكلم وطن عربي
اسم كبير جدا على مستوى حتى دلوقتي العالم، ان الراجل بيلعب في كاس العالم الانديه بشكل مستمر، فاكيد الناس كلها عارفاه دلوقتي. فالراجل لما جاء مجموعه لعيبه كبيره جدا، وكانت محتاجه بس ان هي يعني سيستم شويه، والناس دلوقتي بدات، هو خلق كمان روح المنافسه كابتن عباس بين اللعيبه. بقى اللعيب دلوقتي ما فيش حاجه اسمها حافظ انا مكاني، لان النهارده بتلعب كابتن احمد عبد القادر بيلعب باستمرار، لقيت دلوقتي حسين الشحات بين افضل لعيبه في الدوري المصري وعلى مستوى منتخب مصر بيلعب دلوقتي، بتبقى منافسه بين احمد عبد القادر وحسين الشحات في حاجه كبيره جدا. تكلم علي معلول ده هو ذكره بتحديد، علي معلول خلاص يعني انا شايف ان يعني النادي الاهلي بعد جيلبرتو جاء علي معلول، بعد علي معلول اعترى منه هيجي. طيب شوف شوف الهدف برضو مع معلول لقفشه لعبد القادر، حاجه يعني من الحاجات. جون محترم بصراحه، جون يعني في نقله عدد نقلات كتير جدا عشان يجيب الجون ده. ده السيستم اللي بقول لك عليه. مين افضل، معلول ولا جيلبرتو ولا الاثنين شافوا في ميزان واحد؟ لا لا يعني بص يا كابتن، الجيل كل جيل مختلف. شوف طبعا شوف الهدف وبعد كده انت معاك عقب على الهدف يا وشي. لا انت شفت احمد لعب فين دلوقتي كابتن؟ لا مركزي، الراجل اتحرك وراح لعب، شفت التحرك، نزل لعب، شفت التحرك بتاع عبد القادر ازاي لعب، شوف قفشه بقى كابتن يعني شوف ايده بايده ازاي، ده الباصه كابتن اللي بفلوسه. لا لا واتخذ القرار يا وشي كمان من تاني بقى زي كمان تاني يعني بص شفت عبد القادر قفشه محضر وعبد القادر محضر، فعشان كده نتيجه الجون جه شكله حلو. شفت عبد القادر نزل فين؟ نزل فين؟ هو لمس الكره مرتين هنا، مين رجل عبد المنعم؟ ده السيستم اللي بقول لك عليه كابتن، الهدوء. النادي الاهلي بيلعب ما بيقلقش، بيفضل يلعب لحد ما تيجي ثغره يعرف يجيب جون منها. وعبد المنعم كمان في الباصات الطوليه مميز جدا، رجع تاني لمعلول اهو لعبد القادر تاني، شوف بقى حركه ايده لقفشه اهو، هو بيشاور لقفشه وطاير جه رجع ورافع وشه اهو. بص تحرك عبد القادر ممتازه كابتن، وقفشه بصراحه لعبها ممتازه، والراجل يعني خد القرار يعني عبد القادر حتى تحس ان هو طور من نفسه في الحاجات دي، لما يعني كان دايما الكوره يعني كانت تجي له احتفاظ اكتر بالكوره. دلوقتي عاد بيلعب السهل، والراجل حتى كمان في كمان هدف لطاهر كمان برضو، يعني بشايف انه ده هدف معنوي كبير لطاهر. اكيد اكيد هو طاهر طاهر برضو كان محتاج ان هو يلعب ومحتاج ان هو يشارك بشكل كويس. برضو طاهر دلوقتي كابتن بس انت النهارده حتى كمان لما بيلعب خالد لعب مباراه كبيره برضو. ده اهو طاهر اهو، شوف طاهر فين هيرجع له ازاي؟ لا بص هدفين فيهم يعني اللي جاب الجون هو اللي بيبدا الهجمه الاول، هنرجع تاني نشوف. بص يا كابتن انا قلت لك انت الوقت عندك سيستم للعب، طول ما انت عندك سيستم الناس مش مستعجله على 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 على, على, على الجون. انت لا بتلعب 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 هو حتى هو دلوقتي الكره معاه من الاول من عند الرايه، سلاح النادي الاهلي انه ما فقدش الكوره. هتحس ان انت بتتفرج على فرقه مانويل جوزيه، ان انت بتلعب 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 لحد ما تلاقي ثغره الراجل يعرف يفنش كويس. الاهلي كان بيجيب جون فتره، نرجع فتره قبل الفتره دي، الاهلي كان بيجيب جون بصعوبه جدا. دلوقتي انا حتى في النهايه ما كنتش عندي شك ان الاهلي هيجيب جون بامانه، حتى بعد ما جبنا الجون النادي الاهلي جاب الجون، كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه يعني بصراحه. فيك انا بحيي في كلام عن في عرض. لا طبعا احنا اتكلمنا الاول على شادي حسين وعدم المشاركه، بصفتك انك راجل بتلعب في المكان ده، هل وجود شادي حسين او الاهلي كمان محتاج مهاجم اجنبي كبير؟ اكيد النادي الاهلي برضو فيه شريف دلوقتي. انا شادي بصراحه لعيب كبير جدا، بس هو الراجل يعني من 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 طريقه لعبه او فكره ان هو بيحب المهاجم اللي هو بيحب يتحرك في مساحات، بدليل ان هو لاعب كهربا في الحته دي. كهربا عنده ميزه كويسه ان هو بيعرف يتحرك، خلاص مش كهربا لوحده، كله مش مجمر. لا انا بكلمك، لا انا اصلا هو ممكن كهربا لعب في الحته دي، لان الراجل فكره ان هو بيحب مهاجم يعني يتحرك. يعني الهدافين عندك مين؟ كهربا مش مهاجم صريح، طاهر محمد طاهر مش حسين الشحات نفس القصه. يعني اقصد اقول لك ان هو انت عندك شريف هداف الفرقه، توظيف اللعيبه بقى بشكل كويس وبشكل احسن من اكيد الأول. ما انا بقول لك هو ممكن شادي ما خدش فرصه بشكل كبير جدا مع كولر بسبب ان الحته دي، هو الراجل دايما بيعتمد على كهربا حتى الفتره الاخيره، ان كهربا بيروح في مساحه، وعنده دلوقتي بيعتمد ان قفشه بيلعب كوره سليمه في العمق، بيعتمد على احمد عبادر، بيعتمد على علي معلول. فانت لو جيت تشوف حتى شريف ما عادش بيشارك مع الراجل بشكل كبير يعني. فالراجل دماغه وفكره ان هو بيحب المهاجم يتحرك في مساحه. ديانج وفي عرض بلجيك، بيقولوا هناك عرض بلجيك لديانج، شايف انه غيابه سيؤثر على حمدي فتحي وديانج يمشوا من النادي الاهلي؟ صعب جدا يعني. انا معانا كمان انت في طالما اتكلمت على الشريف واداء شريف، في معانا جون ملغي للشريف عايز اقوله لك. شفت الجون طلع حسب الاوفسايد عليه؟
شايف ده ايه؟ شايف برضه هو بيحاول، شريف بيحاول. شريف من الناس، من احسن المهاجمين في الجيل ده، في الصندوق ده بيعرف يتحرك في مساحه جدا، بيعرف ياخد اماكن كويسه جدا وذكي. يعني بصراحه من اللعيبه الاذكياء جدا، ولاعيبه وكمان بيتكلم يعني شايفه بيشتغل في صمت، يعني بيلعب ما بيلعبش، راجل شغال. عشان كده ربنا كل ما بيلعب بيبدا او بينزل ربنا بيكرمه. يعني عندنا يعني منتخب على في تجربه مهمه جدا هتبدا تقريبا بعد يومين، هو منتخبنا في بطوله افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد باريس 24. ميكالي ورياض والجهاز المعاون والكابتن بركات المشرف العام على المنتخب وكل القائمين على الكره المصريه، وكلنا بندعم أكيد المنتخب الاولمبي. شايف فرص وحظوظ منتخبنا الاولمبي في التاهل الى باريس 24 سنه؟ انا شايف ان احنا لازم ندعم شويه الكره المصريه بالذات في الناس الناشئين في السن ده. السن ده هو يعتبر هو المنتخب الاول يا كابتن عباس. انت النهارده لو انت النهارده بتتكلم في السن ده محتاج دعم كبير جدا، محتاج اهتمام كبير جدا، لان انت دلوقتي احنا كل ما بنخش تجربه بنفشل فيها. فانت النهارده عندك المنتخبات بدات تقل على المستوى الافريقي والمستوى العالمي، احنا محتاجين ان احنا نتكاتف من جديد ويبقى في خطه للناشئين في الانديه بحيث ان تطلع منتخب كبير جدا. انا بتمنى لهم ان هم طبعا ربنا يوفقهم ويعملوا بطوله كبيره جدا، وطبعا نروح الاولمبيات اكيد. وانا شايف ان برضو انا معاهم مدرب كبير جدا الكابتن وائل رياض، راجل انا شايفه بيجتهد، بياخد دورات كتيره جدا. وطول ما انت بتتعلم يا كابتن وطول ما انت بتجتهد اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. دايما ميكالي كان دايما من بعض يعني الحاجات اللي كانت بتقرقه ان هو بيقول ان السن ده ما بيشاركش بانتظام مع فرقه في الدوري الممتاز. السن ده ما هو الطبيعي يا كابتن، انت بتتكلم من سن 20 سنه ل 23 سنه لان اللعيب ما يحجزش مكانه في الشكل بشكل اساسي في الدوري في فرقته. ده بس بنشوف عندنا، بنشوف دوريات ثانيه ل 17 سنه. اكيد لما انا بقول لك احنا النهارده معلش، ما قلنا النهارده ليه يا كابتن؟ احنا ما عندناش الجرأه دلوقتي، حتى احنا ما عندناش ناشئ غير ممكن نقول ابراهيم عادل شويه وعمر فايد بيلعب في المقاولين شويه، هتلاقي العدد مش كبير. فانت النهارده زي ما بقول لك، انت النهارده لازم عندك انت ولادي النادي فين؟ ولادي النادي ان انا ادي له فرصه، وان انا النهارده ادعمه، والنهارده ان انا لازم العبه ولازم ادي له فرصته. انت النهارده بتتكلم في ناشئ عنده 23 سنه، اللعيب عنده 17 سنه 20 سنه، لازم بزبط. يكون مصنف من الدرجه الاولى وبيلعب وحاجز مكانه. ده عشان تعمل منتخب كبير. لو انت جيت شفت المنتخبات كلها الافريقيه هتلاقي كلها بتلعب في انديه كبيره في اوروبا. انت النهارده عندك مين بيلعب في اوروبا وعنده 23 سنه؟ ممكن اصلا ده اللي سابونا في الافارقه انهم بيسيبوا الولاد في سن صغيره يطلعوا اوروبا، وبالتالي بيبقى عندك صفين او ثلاث صفوف شباب اولمبي منتخب اول، عندك كاتيجوري مختلف تماما، كلهم بيلعبوا بره وعندهم خبرات كبيره جدا. ده اللي ناقصنا كابتن، ده اللي ناقصنا ان احنا نحافظ على اولادنا شويه، وان احنا ندعم ابنائنا، ان احنا نعمل منتخب كبير جدا نرجعنا لمنصه البطولات تاني، وان احنا نبقى رقم واحد تاني. احنا فرقه، انت بتتكلم انت اعظم انت اعظم بلد في افريقيا في كل حاجه، لكن انت النهارده انت على المستوى الافريقي على المنتخب الاول فين من بطوله افريقيا من ساعه الكابتن حسن شحاته اخر بطوله. طب النهارده مش هنقول بقى المنتخب الاولمبي، لا، انت لازم النهارده تبقى عندك هدف واضح وصريح ان اللعيب ده لازم بيكون بيلعب في فرقته ويكون بيشارك بفرقته، ولازم ياخد الدعم ان هو لعيب كبير. النادي لازم يدي لابنائه احسن من كده. يعني اقل من دقيقه، رقيه ورفايده وروضه، دول ثلاث بنات. ها تمام، قول لي بقى عندهم رقيه. لا دول رقيه 14 ورفايده 9 وروضه عندها 3. روضه دي اللي زي الحاجه الله يرحمها. لا دول هم كلهم بالنسبه لي واحد، ودولت وش سعد. انت بتشوفها روح لا بحبهم كلهم. بتتفرجوا عليك حالا؟ بحبهم، انا بحبهم جدا دولت. لا دول يعني حته من قلبي، انا بحبهم جدا جدا جدا، ودول وش السعد عليه اكيد. وامهم طبعا دعم كبير ليا بصراحه، استحملتني في حاجات كتيره جدا وفي ظهري في حاجات كتيره جدا. وطبعا زي ما بقول لك، انت من غير اهلك ولا حاجه، يعني انت من غير اهلك ولا اي حاجه، لكن اهلك دولت هم الدعم الاول ليك، هم بيتمنوا لك احسن حاجه وبيتمنوا لك ان انت تبقى في افضل مكان، وانا بتمنى ان انا اعمل لهم احسن حاجه يعني اكيد. يعني رضا، اخيرا ايه اللي حسيت انه سقط من المسيره الكبيره دي عايز تحققه في اخر سنه او سنتين؟ ان انا كنت مع الثلاث فرق اللي انا لعبت معاهم في الدوري الممتاز، كنت اكون موجود في الدوري الممتاز. انا كنت حزين جدا ان فرقه زي الحرس لما كنت لعبت معاها واكون موجود، كنت اتمنى ان انا اختم حياتي في الدوري الممتاز. وبقول لك انا لحد دلوقتي مش هبطل كوره ان شاء الله غير وانا بلعب في الدوري الممتاز، لان انا ده حق مشروع. وطول ما انت قادر واقف على رجلك، وطول ما انت
حاسس ان انت ممكن تدي، وطول ما انت حاسس ان في حاجه بالنسبه لك تقدر تحققها فان شاء الله حققها باذن الله. وشي شرفتني نورتني يا كابتن، الله يكرمك. اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، اشوفكم بكره وحلقه جديده من الرومنتادا على شاشه قناه المحور. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.